السلطات المحلية التي انخرطت في تحضير تظاهرتين في نفس الوقت، المنتدى والميثاق. شكرا سيد الوالي، شكرا لسيد عمده، شكرا لكل سلطات مدينه مراكش. سيداتي سادتي، كنا جيدا. الى الطاقم المتفرغ للمنتدى الموجود في جنيف. المنتدى كما عرفتوا بانه هذه نسخه 11، والمنتدى كان هو واحد القوه اقتراحيه مواكبة أو تواكب النقاش العالمي حول الهجرة. المنتدى كان سباق إلى اعتبار بأنه إشكالية الهجرة هي إشكالية معقدة، وبالتالي تعقيدها تزداد في غياب سياسة كونية بشراكة ما بين مجموعة من الدول. كون تنعقد نسخة 11 هو اعتراف على دور المغرب كان فعالا ومساهما في هذا المنتدى، ما دام أنه فضاء استثنائي الوحيد في العالم الذي يجمع ما بين ممثلي الحكومات، يجمع ما بين الجمعيات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات وجمعيات تستغل في مجال الهجرة، يجمع كذلك ما بين ممثل القطاع الخاص وما بين الخبراء، كانوا مؤسسات أكاديمية أو كانوا أفراد. إذن المنتدى هو الذي مهد الطريق اللي كان يكون هناك نقاش كوني، نقاش أساسي في التعاطي مغاير مع الهجرة. Au président de ce forum, le directeur général Nadir et l'ambassadeur Chris Brenner, pour m'avoir invité à cette session, cette 11e session du sommet du GFMD. Et je voudrais en fait personnellement aussi prendre l'opportunité pour les remercier tous les deux pour leur engagement indéfectible sur l'avancement du dossier de la migration au niveau international.